بون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14 جونفي، الجمعة 14 جونفي، الجمعة 52/2020. أنا مع بابيون. بابيون السلام عليكم. جونفي ولا فيفري؟ فيفري 14 فيفري. 14 فيفري. الجمعة 52. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر لي أمري اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني. يبقوا قولي أما بعد، قبل أن أبدأ أشرع بالكلام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم. على كل المستجدات اليوم كثيرة وكثيرة جدا، ولكن أبرزها الباطل، باطل العدالة. هذا باطل، هذا فخر وما كتبوا لنا باطل العدالة. هذا العدالة الجزائرية قالوا هذه غلط اللي دار هذا. نقول فخر العدالة التي يتمناها الشعب الجزائري، أو فخر عدالة المستقبل، أو فخر عدالة الجزائر الجديدة. هذا هو الفخر تاع العدالة الجديدة. هذا هو وزير الدفاع، وهذا هو رئيس الرابطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان الجزائري. هذا هو، وإن شاء الله يكون هذا من بوادر الخير باش العدالة يفرج عليها في العالمين. تستقل بالناس اللي كيما هذا. نقول الطلبة الجامعيين يديروا لاسيتيرونس تاعهم، يديروا دراسة على البنادم هذا، فهمت؟ هذا إن شاء الله، هذا تاريخ ما ينساش، فهمت؟ وكما أنا الشعب سيتذكر أبطاله، مش يتذكر الشعب سيعمل بأفكار أبطاله. هذو هما الأفكار تاعهم، هذو هما الناس اللي رايح إن شاء الله يحرون العدالة. وأنا نقول هذا الإنسان، نقول له ثان ميرتيك بالقبيلية، ونقول له بالعربية شكرا، ونقول له بالقورية مرسي بوكو. هذا الإنسان هذا إن شاء الله يجمع هذو الطلبة تاعنا اللي راهم يقراوا الحقوق، يحذو حذو هذا الإنسان هذا. جمعت هذا المركز مو كيما مالك بن نبي وكذا المفكرين، هذا راه يفكر باش اشاكم يخرج البلاد من اللي مر، وباش تخرج البلاد من اللي مر تخرج بالعداله. يتحرر العداله ويتحرر الامام ويتحرر المواطن، يولي عنده حريه التعبير. خاطرش الديمقراطيه الحقيقيه احنا اللي رانا حابينها، ماشي هذه اللي راهم يديروها هما. الديمقراطيه الحقيقيه هي حوريه، ماشي ليست حوريه المراه. الحريه العدالة، ليغاليتي، فراترنيتي إلى ليبرتي، ليغاليتي المساواة، ليس في التساوي بين الجنسين بين الرجل والمرأة، وإنما التساوي في الحقوق والواجبات في الشعب الجزائري. معناتها البسيط واللي من فوق كاع كيف كيف سوا سي كاسنا المشكل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية الحرية، كيف كيف حرية العدالة، حرية التعبير، حرية الصحافة، وحرية المواطن الجزائري باش يتحرر. يعني المواطن تولي عنده حريه باش يتنقل عبر تراب الوطن بدون رخصه السفر، لا ما يدير باسبور وفيزا باش يجول في بلاده، ولا يجول هكذاك، فهمت؟ دوك حابين يديروا لنا الفيزا، تولي باش تروح من ولايه لولايه على حساب البرامج هذه، لازم توري له فيزا باللي انت من ولايه داخل العاصمه، لازم حتى يكاشوا لك الفيزا. وهذا تناقض وضد الديمقراطيه وضد الناس اللي راهم يحلفوا على الدستور. واش راهم يديروا هما ضد الدستور من اللي يبداو؟ هذا عتيق راهم يهضروا عليه، الماده 102 هذيك الدستور عبسناه. وشكون اللي عبسوا يا جماعه؟ خلونا، اللي عبس الدستور شكون هما؟ عبسوا الاحزاب. وعلى ذكر الاحزاب، الشعب راه يقول لهم طلقوا لنا طابو، ما قال لهمش هذيك المخنزه هذيك اللي راه تعامل مع اليهود. قائد الاركان الله يرحمه ويوسع عليه كي كان حي قال لهم غير هذه اللي ما تخرج، هذوك الثلاثه هذوك ما يخرجوش. حتى العداله لو كان يكون الناس كيما هذو ما تخرج، لانه علاش؟ السياسي يشرع خطره واحده في المجلس العنا، ما يشرعش في الجنايات، يشرع خطره واحده. شرعوا الخطره اللي جازت، حكموا لها 15 سنه، ورموهم ما تخرج ما تعاودش تكسر شيء. هذا تلاعب بمشاعر الشعب. نقول لهم ديروا واش ديروا، الشعب ما يخرجش على السلميه. هذا سي تنشوط مورال، يلعبون على المورال، فهمت؟ والشعب هذا راني افتخر به انا اللي جانا هذا الحاضر. راهم واعيين، ما نقولوش 100%، مي واش راهم وصلوا لدرجه
الوعي بما يسمى الوعي القومي. القوم اللي ما هوش واعي ما يقدرش يعيش مع بعضه. راهم شاك فوا يحبوا يديروا لنا العفايس باش يخرجونا على الموضوع، قضية فلسطين، قضية ليبيا. سمعنا اللي جالس بزيرالدا كاين اولياء بعض التلاميذ قال لك ما نقراوش الامازيغيه. كيفاش انت في بلاد امازيغيه ودستوريا الامازيغيه معترف بها ما تقراهاش؟ انت تقول لي ما نقراش الامازيغيه، نقول لك ما نقراش العربيه، الاخر يقول لك ما نقراش الفرنساويه، واش نقراو؟ نقراو العبريه. لعنة الله على الظالمين، تقرا كلش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلم لغه قوم سلم شرهم او امن شرهم، سلم احسن، لانه احنا مسلمين نهضروا على الاسلام وليس الامن، نهضروا على الاسلام، سلم شرهم. فهمت؟ احنا نقراو لونجلي لغه التكنولوجيا، نقراو اللغه العربيه، ونفتخروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونفتخروا بعمر بن الخطاب، ونفتخروا بعلي بن ابي طالب، وان شاء الله ربي يوم القيامه يحشرنا معاهم. ولكن ضد الخبثاء الخونه اللي يفرقوا الشعب الجزائري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عاشر قوما 40 يوما اصبح منهم. هذول حتى اذا كنتم عرب كي دخلتوا لهنا عندنا وليتوا امازيغيين مسلمين بالحدود. الحدود شعارنا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. اذا انت خير مني بالتقوى والعمل الصالح، ماشي كيما تقارش الامازيغي. بارك الله. هذا يعني كاين زوج حوايج، احنا بلادنا ما نسمحوش بها، والدين تاعنا اللي هو الاسلام ما نسمحوش به. ان شاء الله. لانه الجزائر احسن بلاد بالعالم، احب من احب وكاره من كاره. والاسلام ربي سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ان شاء الله ما نكونوش من الخاسرين. ان شاء الله. غير الاسلام. ونقولوا يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. واحنا ما نقولوش للناس ديانات واخده اخرى رانا ضدكم، لا. لهم دينهم ولنا ديننا، نحترموا دينهم ونطبقوا الدين تاعنا، وهما يطبقوا الدين تاعهم ويحترموا الدين تاعنا. بارك الله فيك. وحنا الدين تاعنا باش نحترموه لازم نمشوا بالمبادئ الاسلاميه. نمشوا افيك دي برانسيب ميزيرمان. فهمت؟ دي برانسيب بليتو ميزيرمان، سي با ميزيرمان، سي ماسكيلان. فهمت؟ دي برانسيب تاعنا يكونوا من الاسلام. هذه كي نقولوا ليغاليتي دي سكس رجل والمراه، لا لا ماكاش بالدين تاعنا. ليغاليتي لا يستوي الذكر والانثى. اما ليغاليتي دي دروا ربي سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا على هذا، يعني العداله الالهيه تقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي واعجمي او بين ابيض واسود الا بالتقوى والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من المتقين. امين امين. فهمت؟ واحنا الحاجه اللي خلاتنا ضرب في مأزق خاطرش بعدنا على طريق ربي وانا عرض عن ذكري فله معيشة ضنكة. قال تبني ريشة اللي عندنا رانا عايشين معيشة ضنكة، لأنه عرضنا على ذكر الله، والذكر تاع الله هو القرآن. إن أنزلنا ذكرى وإنا إليه لحافظون. الذكر هو القرآن، كلام ربي، وكلام ربي ماشي نقراوه برك. أحسنكم من تعلم القرآن وعلمه، تقراه وتخدم به وتعلمه للناس. هذو الجيال اللي تاعو حنا تاع هذيك الخمسه لا الخمسه والملخص هذوك اللي قال لك نحو بسم الله الرحمن الرحيم وكذا، قولهم غير فوتو. بسم الله الرحمن الرحيم نبداو بها، والحمد لله رب العالمين نختموا بها، ولا اله الا الله محمد رسول الله الشعار فوق الجامع. كاين بعض يعني الامور لازم نتابعوهم يا ناس. كاين ناس يحبوا يفرقوا الشعب الجزائري، لماذا؟ سياسة بر يقتاسون. أيوه. لا 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 لا. ربي سبحانه وتعالى يقول إنما إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربي كاين واحد ما كاينش زوج. ربي كاين واحد نعبدوه. لا هذيك ما بوحدة هضرنا عليها من قبل. فهمتني؟ حنا ما دام الشعب راه واعي، الأمازيغية نقراوها، العربية نقراوها، وعندنا الحمد لله دي زارجيني هضرت عليهم من قبل، وناسي في 11 صافو 11 نعالي راهم في الغالب، زيد لهم مثلا ثلاثة ولا أربعة واحد آخرين ما ذكرناهمش. أمثال مثلا محمد بولنوار زيان هو من باتنا، ونتمنى إن شاء الله هاد العلماء يتوصلونا في لامات باش يعرفوا بلي عندنا علماء. فهمت؟ أمثال كذلك جمال الكحل هو عالم سان جون
احسن صفوه الجزائريه في الخارج كحول. بالقاسم حبه هو القدوه تاع العلماء الجزائريين يعني في التكنولوجيا. وعندنا علماء في الدين بصح ماشي العلماء اللي يتبعوا سعودي، اللي يتبعوا ربي والرسول.